الرجل ممتثلا أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم القائل: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة. حي المعلم معادا وكتابا، وسماحة تكسو الزمان شبابا، وسعادة جذلا كأطياف المنى تهمي، وكالماء الزلال رضابا، كالنور يجتاح الوجود وجوده، كالنور يجتاح الوجود وجوده، كالنور يجتاح الوجود وجوده، يطوي البلاد رواسيا وشعابا، كالروح في دنيا الجمال جماله كالريح يرفع أنفسا وترابا. إليك معيني أهدي التحية معطرة منمقة ندية، إليك معيني أهدي سلامي وأشواقي لطلعتك البهية، إليك الحب والتقدير دوما يحفك في صباحك والعشية. يا من يضيء للبشرية عتماتها ويبدلها نورا، أيها المعلمون الكرام، الزملاء، المشرفين ومنسوب التربية والتعليم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرف العالم كله قدر المعلم فجعل له يوما، ولكن الحقيقة أن المعلم بقدره وباحترامه وبعلمه وبعمله يستحق أياما. الوزارة، وزارة التربية والتعليم، جعلت هذا العام عام المعلم، هكذا أسمته، ثم وضعت بعد ذلك خططا لذلك، وعززتها إدارة التربية والتعليم بخطة تبدأ مع بداية العام، وما نحن في هذه الأيام إلا في بداية التكريم الذي ولا شك يستحقه معلم الأجيال. إننا في هذا اليوم أيها الزملاء أيها الأحبة نقول لكم باسم كل طالب علمتموه شكرا، بكل لحظة قضيتموها في المدارس شكرا، بكل دقيقة بذلتم فيها شكرا، في كل درس وفي كل واجب وفي كل حرف كتبتموه شكرا. إننا منكم وفيكم.